السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف الحال؟ طيبين؟ حياكم الله في مقطع جديد. هذا المقطع إن شاء الله راح نشرح خارطة الباحث الكولكتر. طبعا أنا في مقطع سابق شرحت فيه هذه الخريطة، ولكن الحين أرجع أني أشرح فيها مرة ثانية، أنه أتوقع أنه صار فيها تحديثات وفي أمور كنت أنا ما أعرف عنها، بس الحين اتضح لنا أمور كثيرة في هذه الخارطة. تقريبا هذه الخارطة راح تخبرك عن مواقع الأدوات والأشياء في ريد ديد تقريبا بنسبة 90%، أنا أعطيها كأقصى تقدير، فأنصح على الخارطة فيها. طبعا الخارطة الأولى هذه الحين أو الشكل الأولي راح تخبرك بالضبط أماكن البطاقات والكنوز والمشروبات الخاصة بالباحث أو بالكولكتر. طبعا أنت إذا تعمل بحث من ذات نفسك داخل اللعبة ما راح تحصل هذه الأغراض بسهولة، بس عن طريق هذه الخريطة راح يكون الموضوع سهل جدا جدا. حلو، كما لاحظ هذه العشبة، شوف فيها علامة ساعة. أوكي، إيش يقول لك؟ يقول لك إن هذا النوع من الأعشاب يظهر في الليل ابتداء من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 5 الفجر. اوكي، هذا طبعا اللي هي كوينز، ونوع الكوينز نفس الحالة مسجل، يعني انت مجرد ما تضغط على الصورة او الغرض اللي تريد تعرف عنه راح تظهر لك معلومات بالضبط، حتى الاسم بالكامل، إن طبعا فيها أسماء. يعني على سبيل المثال هذه البطاقة إذا أنت تروح هناك ما راح تحصلها، بس يقول لك إن بيزمنت راح تحصلها تحت الأرض. البطاقة موجودة تحت الأرض، يعني الشكل اللي هو هذا السهم اللي على شكل مثلث، أوكي، بمعنى تحت الأرض، البيزمنت تحت الأرض. اعتقد هنا ممكن يكون في بئر، اوكي، او في سرداب راح تتواجد هذه البطاقه بالداخل. نفس الشيء احنا شيكنا على هذه، الحين نشيك على هذه. اوكي، نايت، شوف نايت، يعني اذا تروح صباح ما راح تحصلها، بس من الساعه 10 بالليل لحد الساعه 5 الصباح الفجر بعدها ما راح تكون موجوده. حلو، هذا يقول لك تحصلها في الوسط في مكان هذا المشروب. هذا يقول under the building، يعني تحت المبنى راح تحصل على البطاقة. اوكي، يعني في اشياء رموز غير واضحة. انا هدفي من المقطع اللي حين اني انا افهمكم بالضبط شو المقصود بهذه الرموز. طبعا نعرف الانسة نزار، طبعا انا اسميها ام نزار، دايما تغير مكانها. شوف موقعها اليوم وين، موقعها اليوم تحت فلانتاين مباشرة، مدام نزار، تاريخ 22، يعني بالتفصيل الممل. هذه الميزة، يعني الخارطة ممتازة جدا، فتخبرك كل حاجة. يعني شوف هذا المشروب، واضح ان السهم فوق لان هذه منطقة جبلية اصلا. At the top of the yellow، اوكي، كليم ذا ليدر. في تفاصيل inside the main at the end of the tunnel، ما ادري شو الترجمة، يعني في مكان inside محطوط. طبعا يحتاج ويش الديتكتر، هذا الكاشف، كاشف المعادن.
شوف هذه الشرطة موجودة، إنها تحتاج كاشف المعادن. شوف هذه تحتاج اللي هو الشيول، يعني تحفر بالشيول. شوف هذا كاشف معادن، هذا شيول. روح نشوف إذا كان في سهم موجود. شوف هذا سهم يحتاج ديتكتر، بس في من نوع من الأسهم يحتاج شيول. ديتكتر ديتكتر. أوكي انتهينا أعتقد من هذه النقطة. أتمنى أنك تتابع المقطع للنهاية، أنا راح يكون في شرح مفصل. شوف هذه العشبة الليلية كذلك بالليل فقط، أنا كنت والله ما أدري عنها، بس الحين يعني استفدت من أحد الأخوة من العراق فخبرني عن المعلومة هذه، جيفان من أقرب يعني الأصدقاء عندي، نلعب ردد بشكل دائم يعني نستفيد، كل واحد يستفيد من الثاني. أوكي طبعا الإشارة هذه معروفة، التنقل السريع. أوكي أو استغفر الله، هذا مال الأماكن تبع مكان محطة القطار، وين يوقف القطار هذه الإشارة راح تكون موجودة. أوكي ننتقل على الخيار ثاني. شوف هالخيار start in 25 minutes dispatches، ما أدري شو بالإنجليزي. أوكي هذه رايد، عندك هذا تريد بعد دقيقتين، هذه اللي هي الأحداث اللي تصير في الفري روم اللي هي الإيفنت، لما يقول لك في إيفنت إيفنت انهي إيفنت فري روم، اقتل في إيفنت فري روم، اعمل في فري روم، هذا الفري روم. يعني في اللعبة أنت ما واضح، فجأة يجيك إشعار ويقول لك أنا بدل الإيفنت، لا هذا الخارطة راح تخبرك بالضبط. اوكي الخارطة راح تخبرك بالضبط متى يبدا الايفنت هذا، فهذه من الاشياء الطيبة. يعني شوف less than a minute، يعني بعد اقل من دقيقة راح تبدا يبدا الايفنت هذا. اوكي ننتقل الحين للقائمة الثانية. طبعا الساعة هذه هي ساعة اللعبة، الحين في اللعبة الساعة 4:08. اوكي نشوف الخيارات اللي هنا موجودة. هنا مكتوب بيع. اوكي الكوينز مشروب، واعتقد هذا خاتم. اوكي خلينا الحين نجي حق الاهم. شوف هذه القائمة كامل اللي هي قائمة الكولكتر، الأعشاب، البطاقات. طبعا البطاقات في ثلاث أنواع. أوكي عندك اللي هي كوبس، عندك سورج اللي هي السيوف، عندك وونس، عندك هذه ما أدري شو بالضبط، هذه البطايق أربع أنواع، وعندك المجوهرات، عندك نفس الشيء المجوهرات، عندك نفس الشيء نفس الحالة أربع أنواع مجوهرات. هذه المشروبات، وعندك البيض ست انواع، عندك الاروس خمس انواع، ربما يطلع لك المعلومات. شوف انواع الاروس مع الاسم وقيمتهم بالكامل 289. شوف البيض يعني تظهر لك معلومات كاملة ووافية. شوف انواع البطاقات، يعني بالضبط شو اللي انت تبحث عنه راح تحصله موجود هنا بالاسم موضح. شوف الكونز نفس الشيء، ما ادري ليش انا عامل لون اخضر، ممكن يكون من اهم الانواع، يعني في نوعية صعب تحصلها، يمكن اذا تحصلها في الخارطة يمكن تحصلها مرة واحدة فقط. طبعا مدام نزار نحن تكلمنا عنها، الفاست ترابل
التنقل السريع تكلمنا عنها. Use pins اللي هو تحط إشارة للموقع أنت تريده، يعني تضرب على اللعبة L3 بالجير. نجي حق الأساس، هذا على شكل رجل كوبوي. حلو، فتحنا خارطة مرة جديدة، هذا اللي أنا أريد أتكلم عنه الحين. هذا اللي أنا لفت نظري إن أنا أشوفه مهم. أوكي، مع فاست ترابل عرفناه، مع هذا شوف الحين في عصابتين موجودات، هذا عصابتين. أوكي، هذا نوع وهذا نوع. أوكي، شوف هذا ترين تبع القطار. هذا الكامب المخيم، وين تقدر تحط الكامب تبعك بالتفصيل. هذه أماكن الكامبات بالضبط، البوست، البريد. شوف يخبرك وين البريد موجود بالضبط، يخبرك وين تحصل بوت سفن. أحيانا تحتاج للسفن. هذا شوف يخبرك وين السفينة هذه، وين تحصل السفينة. هنا واحدة، هنا واحدة، هنا واحدة. أحيانا في مهام تبع السفن أنت تريد تستخدمهم. هذا السفن موجودة، العصابات. أعتقد هذه العصابات تبع المونشاين، في عصابتين، نوعين من العصابات الحين. أوكي، الحين ننتقل لشيء ثاني في نفس الخريطة. أوكي، شوف هذا اللي هو الهجمات، في تبع هجمات إيفنت، فجأة يصير لك في جماعة يهجموا عليك. أعتقد هذا هو الخيار، الانيمال اتاك. شوف احيانا انت يصير لك هجوم لحيوانات مفترسة. شوف هذا انيمال اتاك، هنا اللوكيشن هذا اللي هو باللون الرصاصي. حلو حلو. هذا عندك الكلب او الكلاب، احيانا المناطق اللي فيها الكلاب هذا موضح. اوكي، اماكن اللي فيها البيض. هذا ما ادري هذا شو بالضبط الخيار. هذا اعتقد يمكن مراكز الشرطة ولا شو بالضبط، ما ادري. في خيارات عجيبة يعني موجودة أنا ما أعرفها أصلا. أوكي، بخصوص موضوع التراشر ماب اللي هي خرائط الكنز، لما أنت تخلص ليفل من 1 لـ 5 تحصل خريطة، من 5 لـ 10 تحصل خريطة، من 10 لـ 15 تحصل خريطة. فهذا الخرائط، جميع الخرائط هذا بالضبط يخبرك وين مكان الكنوز. يعني لما تجي يعطيك اللون أصفر، بس هذا يخبرك بالضبط وين موجود مكان الكنز. اذا انت تريد تعرف مكان الكنز بالضبط بكل سهولة، اوكي، تشغل هذا الخيار. اوكي اوكي، الخيار اللي بعد هذا الديول، ما ادري شو المقصود فيه، خيارات غريبة وعجيبة. هذا هو الخيار دول، علامات صراحة أنا ما أفهم عليها أول مرة أشوف العلامات هذه. هذا المخيم، ما أدري بطاقات، هذا أعتقد رايبل كولكتور.
في كثير خيارات عندك. هذا الآثار تبع الحيوانات، مونشاين. اوكي، مونشاين ميشنز يخبرك الكامب، وين تقدر انت تحط الكامب مالك او الجسمه، يعني تبع المونشاين ما يسموه كامب. اوكي، طبعا انا الكامب مالي تبع المونشاين موجود في هناك في ستروبري. هذه العصابات اللي هي تبع المونشاين ديستروي، العصابات اللي لازم انت تقضي عليها. ريد بلوك نفس الشيء، اشياء تبع المونشاين. نيجي حق الاشياء المهمة الثانية بعد ما عرفنا هذا شيء، نيجي حق اشياء ثانية مهمة مثل عندك الانيمالز. هذا اهم شيء، مثال الدببة، شوف المناطق اللي يكون فيها الدببة وين، شوف وين، شوف بالتفصيل، شوف الدب وين موجود بالضبط، خبرك. طبعا شوف المنطقة الصحراوية ما فيها دببة، من بلاك ووتر، ستروبري، نيو وستن، ليموني، في اللي هو البلاك بير. عندك الغزال الكبير اللي عند القرن هذا، شوف وين منتشر، منتشر في هذه الأماكن. الضفادع موجودة وين، موجودة في ساندينيس، شوف هذه الأماكن كلها ضفادع بالجملة. يعني الكوغر، اوكي شوف الكوغر وين متوفر اكثر حاجة، في الأماكن الصحراوية. اوكي، هذا نفس الشيء، هذا الثعلب يسموه كيوتي، انتشر بشكل كبير في اماكن، بس يمكن انت بتروح المكان ما راح تحصله. ليش؟ ان هذا يعتمد على الوقت. الدير، الغزال الصغيرون هذا، شوف هذا منتشر بشكل كبير في الخارطة، شوف الاماكن. الثعلب نفس الشيء، الجوت، الماعز، الموسي، يعني حيوانات بالجملة موجودة، أي حيوان تريده تحصله هنا. شوف البير النوع الثاني هذا الضخم موجود. حلو حلو، انتهينا من الحيوانات. الريش اللي هو أنواع الطيور والأسماك، بعد ما تعرف الأسماك يخبرك وين الأسماك هذه موجودة بالضبط بالأسماء. شوف شوف هذا موجود وين، الكميات، الطيور موجودة كذلك، مثلا شوف الدجاج. حلو حلو. اوكي، نيجي في شيء ثاني انا بغيت ابحث عنه، الذي هو الاعشاب، بلانتس. اوكي شوف، لما تجيني تقول لي والله انا اريد اعرف، طبعا بشكل تقريبا بشكل يومي يقول لك جمع اعشاب. على سبيل المثال روح الاعشاب الاورجينا، اورجينو، شوف الاورجينا متوفر في جميع الخارطة تقريبا، كل ما تعمل زوم كل ما يوريك اكثر.
مثال الجولدن، هذه الأعشاب الجولدن متوفرة في هالجزئين من الخارطة. مثال اليارو متوفر فقط بين ليموني ونيو أوستن. اوكي ولد ما شاء الله، هذا العشبة منتشرة في كل مكان تقريبا، ومن افضل الاعشاب للحصان. حلو حلو. نروح شوف الشوبس. هذا جميع المحلات، شوف دكتور مثال يظهر لك وين موجود، شوف دكتور استبل، جميع الاستبلات اماكنها، الجنرال السور اللي هو البقال، محل الاسلحة، فوتو ستوديو، خياط، تيلر، والتلار موجود على طول، يعني يعطيك الأماكن بالضبط وين. شوف حتى هذا تبع الكراسي، هذا النوع وين موجود. في خيارات كثيرة، هذا هو تريشر مابس اللي تكلمنا عنها، كل خارطة باسمها، جميع الخارطات وين تريد الخارطة، بس تشوف اسم الخارطة على طول راح تظهر لك. شوف شوف هذا التريشر، شوف ولا يقول لك الأماكن تختلف، ممكن تحصلها هنا، ممكن تحصلها هنا، ممكن تحصلها هنا. عشان كذا في بعض الشباب قالوا لي إنه نحن شفنا المقطع تبعك اللي هو لما تبحث عن الكنوز، بس طلع الموقع يختلف. اي الموقع يختلف على ما الحين واضح في الخارطة. نسكرهم كلهم. مثال نفتح الخارطة الأولى، شوف ظهرت في هذا المكان. بالضبط. شباب هذا كان شرح مفصل أوكي عن الخارطة. هذه الخارطة اللي راح تنقذ جميع اللاعبين. وكذلك بعد المقطع هذا في نفس المقطع راح استعرض عن طريق التلفون، فعن طريق التلفون نفس الحالة، أنا حبيت أعمله بشكل موسع عن طريق الكمبيوتر عشان يكون أكثر وضوحا. طبعا ما في فرق أنك تفتحها في التلفون، بس الشاشة تكون أصغر. أما الحين أنه عشان الشروحات أنا شرحت لكم إياه عشان تكون الفكرة واضحة والمقصد واضح. أتمنى أنكم تستفدتوا من هذا المقطع، أتمنى دعمكم لنا في القناة ونشر المقطع مع الأصدقاء والأصحاب. لا تنسوا تعطونا لايك وشير، ونشكركم على حسن المتابعة. إذا عندكم أي استفسار أو أي ملاحظة اكتبوا لنا في الكومنت. كان معكم حميد فوكس من قناة أعمال بلاتون، حياكم الله.